والله دوا كحة. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ إيش أخباركم في يوم جديد في كابري؟ اليوم رايحين كابري، وصلنا في الزحمة هذه عشان نقطع تيكت. خليني أحسب لكم هي كده بالعقل. هذه التيكت تكلفة الشخص فيها 21 يورو روحة، 21 يورو رجعة، يعني 42 يورو. هذه هي الفيري، تقريبا 50 دقيقة أنت بتوصلوا الكابري ب177، يعني تقريبا احنا بنتكلم في السكيل اللي هو بحاجه 40 دولار. في الباخره بياخدوا على نفس الشيء 142 دولار بلس تاكسس. بالعقل، اذا انت اول مره تروح روح معاهم، بس بعد كده انصحك من هنا. شكرا يا عيدو. وهذه هي الجلسات، الشباك مو نظيف. اهلا فيكم في كابري. ايش الحاجه المميزه في كابري؟ حاولت اقرا عنها اشوف ايش فيها اشياء مختلفه. كابري من الجزر اللي انا زرتها، وهذه رابع مره. تحفه من تحف ربنا سبحان الله. مساحتها تقريبا 10 كيلومتر مربع، هي عباره عن بيبوت زي كده تاخذها في ساعتين. فرانشيسكو، يس، هالو، ويلكم. البلوغراتون مقفل، فاخذنا برايفت بوت عشان نقعد نفلها، حنسبح وحنهيص ونوريكم كيف كابري بجو رهيب. اول حاجه تسويها انك تخرج الصبح وتوصل لكابري. الرحله البحريه تاخذ من ساعه ونص لساعتين. الشخص اللي رحت مع جروب ب 30 يورو، لو اخذتوها برايفت اللي يكفي 4 اشخاص 6 اشخاص 150 ل 250 يورو. وخذوه ترى فله. هلو. وليش قلت لكم فله؟ لان البرايفت بوت يسمح لكم انكم انتم تخرجوا وتسبحوا في البحر، المجموعه لا. شوفوا المويه زرقاء، هذا مو بلو كيف لكن نفس الشكل، هذا اصغر كهف موجود هنا. شوفوا المويه كيف، سبحان الله. واو بيو، ذاتس نايس. حقيقي تستغرب من كثرة اليخوت اللي هناك اللي بتسوي حولها زي المدينة المائية، من زحاليق وهذه الأشياء في وسط اليخت. تستغرب ليش وإيش السبب؟ لأنه أفضل مكان تستمتع فيه سباحة. هذا الكهف اللي هو الارش اوف لوف، اللي عدي لازم يبوس يقول لك تيمنا بالحظ السعيد. البوت لما توصل لحد يضحك عليك يقولوا لك ب200 او 250، خده مباشره كده امشي شويه حتلاقيه ب150، يعني انت وفرت 100 يورو بس كده. ايش عديت السقال، فانصح اي احد فيها، تجربه حلوه. نزلنا سبحنا وكده. شوفوا الزحمة، زحمة.
القهوة هنا مو طبيعي، الشراء هنا مو طبيعي، كل شيء هنا رهيب. احنا رايحين حناكل في واحد من المطاعم اللي جدا مهمة نجيها، رهيبة 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 الأكل فيه. بيلا فيردي. فيلا فيردي من المطاعم اللي أعشق أدخلها، سبحان الله حميمية مو طبيعية. المطعم جدا جدا ما فيه ولا غلطة، من البارميجان للبيتزا للسباجيتي للبوراتا للخدمة، حاجة فوق الخيال. كل شيء في هذا المكان على الرغم أنه بسيط لكن لذيذ جدا جدا جدا. ما أقدر أوصف إلا غير أن أقول محل يستاهل الزيارة، ومهم جدا تروحوا لأنه بيقفل الساعة 3:30 العصر، فجدا لازم أنكم تزبطوا وقتكم أنكم توصلوا قبل هذا الوقت. فيلا فيردي بفتكر فيه ناس كثير، أفتكر بيت عبد اللطيف غراب، أفتكر رؤية، أفتكر علوي، أفتكر كل الناس اللي يجوا سويا. الطعم بياخدك كده الأوقات حلوة، المكان نفسه حميمي جدا، جميل جميل جدا 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 مو طبيعي. من جد أنا أحب الأبيردي، أنا أحب أكله، أنا أحب جسد أحبه كده بسيط وحلو ورهيب في نفس الوقت. لما تيجي تطلبوا من عندهم ليمون، بالفعل مو مبالغة، يجي ياخذوا من هنا. من المحلات الفنانة اللي لازم الواحد يجيها هذا، هذا محل بطل بطل بطل. هذه بطنيات تجي المهم. هذا الايس كريم طابوره، شوفوا قد ايه، شوفوا صاحبه طابور ايه ده. اوكي احنا في بار تيبيريو، السنه اللي فاتت جيت هنا اخذت اسبريسو. بار تيبيريو بيقدم الاسبريسو اسمها تريو. تريو هي عباره عن سلاش كوفي، حاجه بارده فيرجن نون الكحول، طعمها يفضل في اللسان حالي لذيذ جدا والله. دوا كحة عظيم. And we're back to our crew. كده غطينا لكم كابري بكل التفاصيل، نصيحة 8 ساعات تقدر تروحوا تنبسطوا فيها. الباخرة حاوريكم في بلوجات جاية وأجي أشرح لكم فيها حاجات أكثر وأكثر. شوفكم في البلوج القادم، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، وفي أمان الله وقولوا لنا رأيكم.